تشتمل مهنة التصوير الفوتوغرافي فيما تشتمل عليه على الإثارة والمتعة التي لا غنى عنهما في أي مهنة يريد صاحبها النجاح والإبداع. لكن نقلة نوعية حدثت للتصوير الفوتوغرافي في تركيا بعد دخول الطائرات المدنية عام 1986 إلى نطاق العمل. السيد أورهان دورغوت أول مصور فوتوغرافي من الفضاء في تركيا، كان له معنا حديث مشوق عن المهنة وأسرارها. ليست كل صورة تلتقط وقدماك بعيدتان عن الأرض صورة من الفضاء، فالأخيرة تحتاج لتحضير كبير قبل أن تمسك بالكاميرا، يجب عليك أن تدرس قبلها بشكل جيد. بدأت زوجته تساعده في بادئ الأمر إلى أن دخلت هي أيضا مجال التصوير، ثم رأى أولاده حبه للمهنة فتعلقوا بها، فأصبح أحد أبنائه مصورا والآخر طيارا. ويبقى أهم ما أنجزه السيد دورغوت ويفخر به هو تصوير موسم الحج لثلاثة أعوام متتابعة من الفضاء. الحج أمر مختلف تماما، وجبل عرفات بوجود 3 ملايين حاج يرفعون أكفهم بالضراعة إلى الله، وأنا أطوف فوقهم بطائرة الهليكوبتر، لا شيء ولا شعور ولا نشوة في الدنيا توازي هذا الأمر. يرى أول المصورين من الفضاء في تركيا لهذه الصور أهمية تاريخية، فالسلطان عبد الحميد أمر بتصوير العديد من المدن في زمانه، أصبحت اليوم وثائق تاريخية عن تلك الحقبة، وهكذا يأمل لصوره الآن. اهتم المصور المبدع حتى الآن بأربع مدن هي اسطنبول ومكة والمدينة والقدس، لكنه بدأ مؤخرا بمشروع ضخم على مستوى تركيا. قصة السيد أورهان دورغوت مع التصوير من الفضاء قصة التصميم والإبداع الذي يفضي إلى النجاح، وقصة النظر إلى القضية من زاوية مختلفة وجميلة.